كانوا تصوص الصباح في 5 الصباح ونجي عاوت نبيع عاوت الى جاب لاتيس نعيط لي غادي يوجد لي فهمتي كيفاش كاين الحاجه اللي كان كاين الحاجه اللي كان راسي كان الخطوط راه عند ابني في الفران كنعمل الرغايف كنعمل للناس الحاجه اللي طلبوها لي هذا الخبز بها كبرت ولادي عندي الحفايد بها عندي وليداتي بها بها عملت الدار بها عملت كل شيء كنعملو الخبيزه السميده مره وشويه ديال المقله وشويه ديال الرغيفات باغرير الرزيزه كنشبروه من عند الناس كنضيفو هذيك 50 فرانك سعود العشره كنطلعو لهنا للسوق عاود ان شاء الله كنفرشو عاود كنترزقو الله فيها شويه كنعجنو هادي كنعملو شتي دواد ديال المقله والرغايف كنطلعهم من الدار كنعجنهم في الفران كنطلعهم من الدار كنطيبهم تما فوق في البلانشا ملي كيطيبو كنجيبهم كنخلي دوك جوج عيالات في الفران كيطيبو لي ساعه هما كيطيبو كيجيبوها هي فين الخبز عاد جات تقدروا تبدلوا هاد المهنه مثلا لا هادي ما نعرفش ما نبيع من غير الخبز هادي دابا سانس بها هيدا رغيفات وخبيزات المقله وهذا حنا ماشي هيدا